معقول الدرك الفرنسي عارف انه الزعيم خبي عندي بواريد؟ شو عمل؟ شير هذا انت يا بي؟ ليش لساتك برات البيت لحد هلا؟ ما بتعرف انه الزعيم عامل منع تجوال بعد الساعة 7؟ والله يا ابي كانت ضايق اخلاقي، قلت بطلع بتمشالي شوي بالحارة. شوف يا ابي، اسمع مني هالكلمتين. لازم تتعلم بهالدنيا يا ابني شغلتين. شو هن يا ابي؟ الشرف والحكمة. شو يعني الشرف يا ابي؟ اها، الشرف يعني إذا أعطيت لواحد وعد شرف لازم تنفذه. أيوه، والحكمة؟ إنه بحياتك ما تعطي لواحد وعد شرف.